بس إنه يبدأ بالإسرائيليين هذا اللي ما خطر لي. سيد الجماعة طالبين اتفاق سري نتنازل فيه وبشكل رسمي عن أي مطالبة بأراضينا المحتلة. خبرهم إني موافق. مع مين؟ شو يعني مع نادر زين الدين؟ الناس على أيام أبوك كانوا يكرهونا طاقة، بس هلأ على دورك صاروا بيكرهونا مين طاقة؟ حطيت بإيدك رقبتي هالمرة. تروح وترجع بالسلامة. إذا بدك الأمور تمشي بتصدقي اللي عم قوله؟ وأنا صورته قدام الناس. عملوا قائمة بأسماء الشركات يلي عندها وكالة حصرية للشركات الكبرى بالبلد. من الآخر سيادة اللواء، بدي شكل أنا وإنت السور الاقتصادي الداخلي. إنت وفورات بتفهموا بالعسكر وبتشتغلوا معاهم، وأنا وإنت على رأس المال. شباب، لازم نجهز خطة نقتحم القصر الجمهوري ونفرض انقلاب عسكري. حتى لو انتصرنا واحتلينا القصر الجمهوري واعتقلنا فورات وكل الضباط المحسوبين عليه، ممكن الدول الكبيرة ما تعطينا الشرعية، وبهيك يكون دخلنا منطقة الانتحار. ما شعبي بيحبني. أخت رئيس الجمهورية رح تتزوج بطل قومي. انصحكم الهروب من البلد. انت اللي دخلت بإيدك للنار. حتى انت لما انت الرئيس. مرحبا فيك بعالم الشياطين.